مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، وبعد فاصل قصير. أهلا بكم. صحيفة المدى تتناول قضية إقرار البرلمان العراقي لزيادة في رواتبه بشكل سري وغير معلن، مما أثار غضبه وانتقادات واسعة، غضب الشارع كذلك. الكاتب محمد حسن الساعد هنا يسلط الضوء على كيفية تمرير هذه الزيادات بعيدا كل البعد عن أعين الرأي العام والشعب، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن العراقي، حيث ينتقد الساعدي عدم اهتمام البرلمان بمصالح الشعب وتجاهله للإجراءات الدستورية، مشيرا إلى أن البرلمانيين باتوا يبحثون عن امتيازات شخصية بدلا من القيام بدورهم الحقيقي في الرقابة ومحاربة الفساد. في ظل الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والضغوط التي يمارسها البنك الدولي تجاه العراق ومصدر رزقه الوحيد ألا وهو النفط، وسط معلومات تشير إلى أن هناك ضغوطات يمارسها البنك الفيدرالي الأمريكي حول منع عملية التهريب للدولار، تؤكد التقارير أن البرلمان العراقي أقر بعيدا عن الأضواء زيادة امتيازاته، حيث أثار هذا الخبر موجة كبيرة من الانتقادات الشعبية، والتي أكدت أن هذه الزيادة لا تتسق عمل البرلمان، بالإضافة لكونها غير قانونية وباستخدام إجراءات غير واضحة ومباشرة من خلال إقراره دون إشعار مسبق، إذ أثار هذا الإجراء غضبا واسع النطاق تجاه أعلى سلطة تشريعية في العراق، حيث لوحظ خلال المدة الماضية أن البرلمان أخفق عدة مرات في إصلاح رواتب القطاع العام، والتي على الرغم من تناوله إعلامياً إلا أنه يجابه بالرفض الحكومي. التقارير أشارت إلى أن البرلمان وفي جلسته التي عقدها في 7 آب أقر زيادة في رواتبه وامتيازاته، حيث تنص الوثيقة على زيادة في بدل الخطورة للبرلمانيين، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 30% من الراتب، وشمل كذلك القرار تعديلاً في النفقات المعيشية وتوفير المركبات الجديدة للبرلمانيين بشكل سنوي. أما مقال صحيفة طريق الشعب يركز هنا على ظاهرة عمالة الأطفال في العراق، حيث يحرق أطفال صغار سنوات براءتهم في مهن شاقة كتصليح السيارات في ظروف اقتصادية صعبة. التقرير هنا يسلط الضوء على أوضاع هؤلاء الأطفال الذين يضطرون للعمل بسبب الفقر، مما يحرمهم من التعليم ويعرضهم في نفس الوقت لمخاطر جسدية جمة وكذلك نفسية كبيرة. يدعو التقرير إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تمنع عمالة الأطفال وتوفير الدعم الاقتصادي للعائلات الفقيرة في العراق. بملابس بالية متسخة يحمل أطفال تتراوح عمارهم بين 10 و15 عاما معدات لتصليح السيارات في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، ليزاولوا أعمالاً يومية شاقة كما لو كانوا رجالاً مدركين معنى العمل والتزاماته. ويمكن بسهولة من النظرة الأولى ملاحظة أن هؤلاء الأطفال يعيشون في أوضاع استثنائية تفوق أعمارهم الصغيرة، فمن يزاول مثل هذه المهن يفترض به أن يتحلى بالقوة والقدرة على التعامل مع أجزاء المركبات الثقيلة. ويرى عدد من هؤلاء الأطفال أنهم يمتلكون خبرات في مهنتهم لا تقل عن خبرات رجال يفوقونهم كثيرا في القوة البدنية وفي طول فترة ممارسة المهنة، كما يرون أنهم اكتسبوا هذه الخبرات في سوق العمل وعبر مخالطة الكبار، إذ بدأ بعضهم بمزاولة هذه المهن الشاقة بعمر 7 سنوات، وهناك من دخل سوق العمل بعمر أقل، ما يعني أنهم لم يحظوا بفرصة للجلوس على مقاعد الدراسة، كل ذلك بسبب الفقر المدقع الذي يرغم عائلات كثيرة على إرسال أطفالها إلى سوق العمل كي يؤمنوا لها لقمة العيش.
أما في القدس العربي نقرأ مقالها، حيث يطرح المقال هنا رؤية نقدية لتصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بشأن الصراع الدائر في غزة. الكاتب مثنى عبد الله يصف وعودها بأنها الحرب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام بأنها وعود جوفاء، ويشدد على أن هاريس مثل غيرها من السياسيين الأمريكيين لا تملك رؤية حقيقية على الأرض لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، وأن سياستها لن تختلف إطلاقا عن تلك التي اتبعها أوباما وبايدن. وإذا كانت هاريس حنينة جدا على الكيان الصهيوني فهي كذلك مع إيران، فقد دعمت خطة العمل المشتركة لعام 2015 مع طهران، وأدانت الضربة العسكرية التي شنت في شهر يناير كانون الثاني عام 2020، والتي قتل فيها زعيم فيلق القدس قاسم سليماني، وشاركت أيضا في رعاية تشريع لم ينجح في الكونغرس في منع شن المزيد من الأعمال العسكرية ضد القادة والأهداف الإيرانية. ومع كل ذلك لابد من القول أن كامالا هاريس هي أكثر عقلانية من الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، الذي أصدر قراراً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ثم دوره الفاعل فيما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية سيئة الصيت. ربما ستسعى هاريس لتجنب حرب إقليمية واسعة، وسوف تحاول الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه ومنع تفجر الصراع إلى مناطق أخرى. ومن عربي 21 نقرأ مقالا يناقش تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي تحدث فيها عن معركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية، كما أشار في حديثه في إشارة منه إلى النزاعات الطائفية والسياسية في المنطقة. الكاتب أحمد موفق زيدان ينتقد هذه التصريحات مشيرا إلى أنها تأتي في سياق استمرار إيران في استخدام القضية الفلسطينية كأداة لخدمة مشروعها الطائفي في المنطقة دون اتخاذ خطوات حقيقية لدعم المقاومة. للأسف الشديد لا تزال بعض النخب مغشوشة ومضللة من جراء التضليل الطائفي، على الرغم من أنها اخترقت وضللت عشرات المرات من إيران وتصريحاتها، وعلى الرغم من السياقات السياسية التي ظلت إيران أمينة عليها لعقود بتفضيل مصالحها على مصالح الآخرين، ولو كان على حساب قتل وتشريد واعتقال ملايين البشر. لا تزال بعض النخب مغشوشة ومضللة من جراء التضليل الطائفي، على الرغم من أنها اخترقت وضللت عشرات المرات من إيران وتصريحاتها، ولكن مثل هذه النخب لا تزال مدمنة على الدعم الإيراني، وما هو إلا سراب تحلم به هذه النخب. البيان الذي وقعته المجامع العلمائية المشيخية ومعها شخصيات علمائية ومشيخية وازنة في العالم الإسلامي والعربي رداً على تغريدات خامنئي كان لافتاً ومهماً، أولاً تصحيحاً لسردية تاريخية يحرص عليها خامنئي وصحبه، وذلك لضرب سردية تاريخية سنية، وثانياً تصحيحاً لواقع يراد له أن يتم حصر المقاومة بالفصائل الشيعية والتي فرغت حواضر السنة من المقاتلين والأسلحة لتتاجر بحسب الزمان والمكان والفرص بهذه المقاومة خدمة لمشروعها الطائفي، وهو مشروع لا علاقة له بالأمة وحواضرها وشعوبها. نشرت صحيفة التايمز تقريرا أعده أليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس حول الحرب المستمرة في السودان، قائلا: التاريخ يعيد نفسه في السودان، فهناك 10 ملايين نازح في داخل البلاد ومليونا لاجئ، ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية، بينما يعاني 750 ألف شخص بالفعل من الجوع، فيما قد يصبح أسوأ مجاعة تمر على البلاد منذ 40 عاما.
ويرى دي وال في نهاية مقاله أن هناك حاجة ماسة إلى إحياء ذلك النوع من الجهود المشتركة بدءاً من تمويل عمليات المساعدة الواسعة، لأن البديل اليوم هو كارثي بالنسبة للسودانيين وسيء للغاية على بقية العالم. كان البرهان وحميدتي يدركان جيداً أن الحرب ستدفع الشعب السوداني إلى المجاعة، ومع ذلك استخدم التجويع سلاحا. فقد عمد البرهان إلى تقييد المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي من أجل تشجيع المعارضة وحتى التمرد بين الجماعات القبلية الجائعة. واتسم مقاتلو الدعم السريع الذين ينتقلون عبر عربات تويوتا بالشراسة والوحشية، وقاموا بنهب الخرطوم وأحيائها السكانية وجردوها من كل شيء يمكن سرقته وتخريب ما تبقى، وكانوا أوفياء لسمعتهم السيئة في الاغتصاب والنهب والقتل. وتتهم قوات الدعم السريع وحلفاؤها من القبائل في غرب السودان بارتكاب مذابح إبادة جماعية بحق قبائل المساليت، ويعيش النجون من عاصفة المذابح لاجئين في تشاد. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. أهلا بكم جديد. وبينما الفلسطينيون يقتلون بلا ذنب ولا جريرة، تجمع الآلاف من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في مناطق مختلفة من منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك في عيد العمال يوم أمس الاثنين للتظاهر ضد الحرب الإسرائيلية الدامية الجارية هناك على قطاع غزة. وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان إغراق مدينة نيويورك من أجل غزة من ساحة الاتحاد وعبرت مانهاتن، وقد تم الإعلان عن هذه المسيرة الأسبوع الماضي. وتجمع المتظاهرون من مختلف أنحاء منطقة الثلاث ولايات في ساحة الاتحاد عند الظهر تقريبا، وكان من بين رسائلهم دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للكيان الإرهابي الإسرائيلي. وقال شهود عيان أن شرطة المدينة حاولت إيقاف المسيرة السلمية، وقام الضباط باعتقال العديد من المتظاهرين، ولوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية وعلم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهم يهتفون فلسطين حرة. نتابع الآن فيديو اليوم. ندور على اواعي نلبسها، لانه ما لبسنا في غزه سيبناها ببيوتنا وبيوتنا انهدت. لقيتها بندور على اي شيء نلبسه مش لاقيين، اواعي البلا، حتى اواعي البلا مش قادرين نلبسها، لانها مش لاقيين مقاساتنا، مش لاقيين شيء منيح اللي نلبسه، زي ما انت شايف كلها اواعي عتيقه لا تصلح للبس. هذه المصدر احنا عارفينها جايه من اسرائيل، بس احنا ما في ملابس نلبس، نضطر غصب عنا نلبس يا امي. مش لاقيين ايش نلبسه، وفي عنا صغار، طب والله ما احنا لاقيين للصغار اواعي نلبسهم اياها، ايش نعمل؟
الكنوز مكتوب عليها عبري، بس ايش العبري عادل عليها الله اعلم. اه هيا حتى مخرقه، شايف هذا اخذناها هيك على عيبها زي ما هي، اخذناها ب20 شيكل، يعني هذا افضل الموجود. ايش نسوي؟ ما فيش امكانيه نشتري بلايز جديده، وما فيش امكانيه نكسي حالنا، وما فيش، يعني انت شايف الوضع كيف. فالواحد بده يستر حاله، بده يمشي حاله في الوضع السيء هذا. ليش ملابس في السوق؟ ولو في ملابس 60 70 شيكل بلوزه، البطلون 90 شيكل، بطلون ابو 2 شيكل ب 10 شيكل، البطلون بقى ب 10 شيكل صار ب 70 شيكل، استقلال عالي، البلد فلتت. هذه يمكن 3 شيكل حقها في اسرائيل، يمكن 4 شيكل، هو هذه لو في اسرائيل ببلاش بوزعوها. والله هذه البلوزه لابسها لانه فيش عندنا ملابس، هذه مكتوب عليها بالعبري، لانه في البلد عندنا مش متوفره الملابس. انا البلوزه هذه بلبسها ومعاها كمان بلوزه غيار فقط لغير، فيش عندي، مش موجود في الاسواق، وان وجدت في الاسواق الملابس غاليه جدا غير متوفره، فبنضطر نلبس ايش ما يكون. حتى الكلام هذا اللي احنا لابسينه اقسم بالله ما احنا عارفين ايش معناه، لكن مضطرين احنا نلبس. الى اللقاء.